مساء الخير بنات، شلونكم؟ هذا الشيء كنت وايد تطلبونه مني، خصوصا بنات السعودية. هذا الشيء عبارة عن بوكس تبيض، هو اسمه كذي، من بيت الصابون اللبناني. هذا البوكس فيه أشياء وايد مهمة وراح تفيدكم. أكثر شيء أنا أحبه في هذا البوكس الخلطة الملكية بالكركم. أنا عموما أحب أي شيء فيه خشب الصنوبر، ريحته وايد حلوة ومميزة. طبعا بنات شوفوا مكونات الصابون البلدي اللي قلت لكم عنه، اللي هو بخشب الصنوبر، كلها مكونات طبيعية 100%. هذا شوف شلون صاير، في 3 صابونات من خشب الصنوبر أيضا ممتاز للتفكير. ريحة صابون خشب الصنوبر أمي بنات ريحته تينن. باكس أيضا في سنفرة الشبة، هذه السنفرة هي عبارة عن معقم ومطهر ومفتح بنفس الوقت. شوفوا هذا الست في 3 صابونات، صابونات مخصوصة للأماكن الحساسة بالشبة. وفي بعد بنات هذه سنفرة فيتامين سي، توحيد وتفتيح مركز. وآخر شيء حاطي لكم في البوكس كريم حق تفتيح الجسم معزز بفيتامين سي، يكمل لكم علاج وكور. هذا البوكس قيمته 49 دينار، صراحة ولا شيء. لو بتاخذونه مفرق من المحل بيطلع عليكم فوق 70 دينار.